ضمن هذا المركز الكائن في ريف إدلب الشمالي تعطى لعشرات الأطفال دورات تعليمية علاجية تستهدف بالدرجة الأولى أولئك المهددين بالتسرب المدرسي، يعوضون ما فقدوا وتصقل معلوماتهم. تم العمل في هذا المركز منذ بداية عام 2022 ضمن مشروع تعزيز المساواة والتعليم المقدم من اليونيسيف، والذي يهدف إلى متابعة الأطفال المعرضين لخطر الانقطاع والتسرب المدرسي ضمن برنامج التعليم العلاجي، ومتابعة تقدمهم وتأمين بيئة تعليمية سليمة وتضمن تطبيق مبادئ الحماية في المجتمع والمدرسة. تسنيم واحدة من هؤلاء الطلاب نقلها المركز من طالبة مهددة بالتسرب قبل عامين بفعل النزوح إلى أخرى متفوقة تشق طريقها عاما تلو آخر نحو النجاح. أنا اسمي تسنيم، عمري 11، صف خامس. لما نزحنا من جبل الزاوية كنت صف تاني، وانقطعنا 3 شهور. الحمد لله عوضونا اياها، رجعنا كل سنة عندنا نادي صيفي ويعطونا رياضيات وانجليزي وعربي والحمد لله. كثيرة هي المبادرات التي تجري خلال فصل الصيف والتي تهدف إلى التعامل مع الأطفال المهددين بالتسرب كالتعليم التعويضي والعلاجي والذاتي وغيرها. أسماء كثيرة تدور حول غاية واحدة مهمة، لكنها بطبيعة الحال ما زالت قاصرة عن مواجهة الكارثة التي تسير بمنحنى تصاعدي تلخصه أرقام نقابة معلمي سوريا. الآن يعني من 10 طلاب ممكن تلاقي 3 أو 4 متسربين، من 10 طلاب 3 أو 4 طلاب متسربين، يعني نسبة التسرب تصل إلى 40% تقريبا في هذه الأيام، و20% ممكن أن يجيدوا القراءة والكتابة لأنهم تركوا في مراحل متأخرة، مثلا في صف السادس أو الخامس هذا يجيد القراءة والكتابة، ولكن هناك نسبة 20% من الطلاب أميين بالأصل، يعني هو مثلا درس صف أول وتسرب أو لم يدخل إلى صف الأول بالأصل، فهذا أمي يحتاج إلى برنامج تعليم تعويضي لتدارك أمره وإعادته إلى المدرسة ودمجه بالمدرسة بشكل كامل. مكافحة التسرب المدرسي والقضاء على الأمية ترتبط وفق نقابة معلمي سوريا بشكل رئيسي بدعم حقيقي يقدم للعملية التعليمية، إضافة إلى تهيئة الظروف لتحسين الواقع المعيشي للسكان الذين حول الفقر المدقع بوصلة كثير منهم نحو لقمة الخبز ولو على حساب تعليم أطفالهم. إضافة إلى كل ما ذكرنا ضمن هذا التقرير، فإن الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال غرب سوريا ألقى بظلاله كذلك على واقع التعليم وعلى نسبة المتسربين منه. لتلفزيون سوريا، إبراهيم الخطيب، الشمال السوري.